عبدالله معنا الآن ضيوف مميزين. معنا الدكتور عبدالله والمصور سيد عمر. يا هلا ومرحبا فيكم. يمكن في تاريخ 24/1/2020 حطيتوا أول جهاز تتبع على طائر العقاب. صح. ودنا تكلمونا شلون لقيتوا هالطائر وشلون حطيتوا عليه وشلون تابعتوا رحلته. تمام. احنا فريق عدسة تربية كانت بدايتنا في برنامج لال الكويت، كنا اول يعني شغالين في المشروع من اوله في 2019. صحيح. حين عقب ما مر تقريبا ثلاث سنوات ونص على هذا المشروع كفريق تطوعي، حطينا جي بي اس في 2020 على اول طير في تاريخ الكويت، عقاب الكويت، سميناه عقاب الكويت. مع فحص الدي ان اي اكتشفنا انها انثى، حسبناها انثى عقاب الكويت. هذا النوع من العقبان مهدد بالانقراض، واحنا دائما كمصورين موثقين ومهتمين في مجال البيئه نرصد هذا النوع من العقبان في الخريف والشتاء. نعم. ربيع وصيف ما ندري وين يروحون، يهاجرون. واكتشفنا ان هذا النوع من العقبان حسب احصائيات الاي او سي ان المنظمه العالميه للحفاظ على الطبيعه انه مهدد بالانقراض. نعم. فقررنا ان احنا يعني نبلش في المشروع في 2020. وكلمنا المؤسسه الكويت التقدم العلمي، مشكورين دعمونا في هذا الموضوع، وباشراف طبعا الهيئه العامه للبيئه على اساس انه يكون مشروع متكامل وورقه علميه تحدث لاول مره ان فريق تطوعي يتبنى مشروع علمي. نعم. ميداني. نعم. ما قصرت عقاب الكويت، في شهر 4 هاجرت، بلشت تهاجر وصلت لغايه روسيا. هذا في 2020. وردت الكويت في الخريف. وردت هاجرت في الربيع الى روسيا. ورجعت مره ثانيه للكويت. وردت راحت روسيا 6 مرات. لا اله الا الله. الاف مؤلفه من الكيلومترات في داتا وفي قاعده بيانات. اعتقد وصلنا الى مرحله جدا مهمه في هذا المشروع للتعاون الان مع جامعه الكويت لتخريج طلبه يدرسون من خلال بيانات علميه لدى فريق تطوعي تبناها فريق تطوعي باشراف مؤسسات حكوميه. نعم. هذا هو كانت النظره الاولى للمشروع بعد 3 سنوات. الان عندنا 10 عقبان. ما شاء الله. بدال واكبرهم عقاب الكويت. انت عقاب الكويت. انت العقاب الكويت. وكلهم جايين من روسيا؟ وكلهم تقريبا روسيا وكازاخستان. الحين عندنا تقريبا عقاب الكويت وصلت. عندنا عقابين وصلوا كذلك الكويت. وفي 2 في تقريبا، واحد بالبصره، واحد بايران. قاعد يقربون كل يوم، قاعد يقربون اكثر. نعم. يعني اذا بنتكلم على دور الهيئه العامه للبيئه دكتور عبد الله في دعم مثل هذا المشروع. طبعا مساكم الله بالخير، يعطيكم العافيه. الهيئه العامه للبيئه اليوم تحرص على التعاون مع جمعيات النفع العام والفرق التطوعيه، فهما جزء لا يتجزأ من المجتمع، وتكاملنا اليوم مع الفرق التطوعية للحصول على مثل هذه النتائج اللي تساعدنا في تلبية الاتفاقيات الدولية اللي صادقت عليها دولة الكويت، وهي اتفاقية المحافظة على التنوع الأحيائي اللي وقعتها الكويت في 2002. فاليوم الجهود ليست محلية فقط ولكن إقليمية وأيضا دولية. العقاب مثل ما تفضل أخوي أبو أحمد عمر سيد عمر، بالستينات قاعد أرقامه تتنازل بسبب يعني وجودها في روسيا. روسيا في بعض القوارض اللي كانت موجودة في بيئتها عالجتها أن تبيدها بالسم. العقاب يأكل هالنوع من الكائنات، فتدنيت أرقامه وصلت إلى 1000 يوز عالميا. لا. فاليوم الجهود على اساس نقدر نحافظ عليه، نعرف مسيره يعني هجرته وتتبعه والمشاكل او الضغوطات البيئيه اللي هو يواجهها خلال رحلته حق روسيا، فلا بد اليوم انه يصير في تعاون اقليمي ودولي للحفاظ عليه. نعم.
بعمر ابو احمد، الان هناك لابد تحديات واجهتكم في تصوير هذه الرحله. العقاب انت حاط عليه جي بي اس، حاط عليه تصوير رحله بنفس ما تفضلت الاف الكيلومترات الى روسيا. شنو هي المشاكل او التحديات اللي واجهتكم طوال تتبعكم لهذه الرحله؟ طبعا احنا حطينا جي بي اس بس كاميرا لحد الان ما وصل. احنا لو وصل الكويت وثقنا، نعم، والامانه كانت في خطه ان نروح روسيا ونوثق، ولكن هناك اي نروح لان هناك يفرخ وهني شتي بالكويت، الجو عنده مناسب. ف من التحديات اللي واجهناها ان في عندنا عقاب، ثاني عقاب نحط عليه جي بي اس مات في ايران. هذا كان قبل فترة قالوا إنه كان في أكثر من عقاب وفي واحد اختفى. واحد اختفى وقعدنا لما وصلنا إلى أحد من هاي العامة البيئة اللي هناك في إيران وطرشوا لنا صور إنه فعلا الجهاز مدمر والعقاب متوفي. طبعا هذا أكرمنا يعني أكيد. ولكن هذا سبحان الله رب ضارة النافع، هذا قد يفيد في الدراسة إنه في بعض المواقع والموائل اللي يزورها العقاب خلال هجرتها هي اللي تؤدي الى الانقراض، هي اللي تؤدي الى نقصان اعدادها ويعني وصولها ل شو اسمه الانقراض. طبعا الهدف اللي احنا نبي نشوفه ونوصل له انه من خلال المؤسسات الرسميه في الكويت نتواصل مع هالدول ونعطيهم على قولتهم الريد فلاج، ان احنا يا جماعه ترى رصدنا، عندنا موائل عندكم في هالمواقع قاعد تضر هذا النوع من العقبان وهذا النوع من الطيور. وفي النهاية طبعا أقول شنو 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 أهمية الدراسة؟ صح. هذه دراسة علمية تفيد بش كثر أنت تقدر توازن في البيئة. عندك لما نوع واحد من الكائنات الحية تقل أعداده تسبب لك مشاكل وعدم توازن في البيئة. فهذه واحدة من الدراسات اللي قاعد تطلع باسم الكويت حاليا، واللي نبي نتواصل فيها مع الجهات الرسمية ومنظمات عالمية مثل بيرد لايف، مثل إي بيرد، والهيئات المتخصصة في البيئة في الدول اللي مر عليها. زائد أن إحنا نبي نستكمل هذه الدراسة من فريق تطوعي يتبنى دراسة علمية إلى تسليم المادة العلمية هذه لجامعة الكويت. تعالي بخرجولنا طلبة باتشلر ديجري في رسالتهم التخرج او ماستر ديجري، او ان طالب دكتوراه كويتي يتبنى هذه البيانات ويبدا يدرسها ويدرس خط الهجره وارتفاع الطير وسرعته واماكن تواجده ويطلع يعني فايندنجز ان اسباب انقراضه واسبابه ويوجه هذه الرساله كطالب دكتوراه يعني. فمن فريق تطوعي الى دراسة علمية لها وزنها باسم دولة الكويت. نعم، وهذه الدراسة يعني حين تمت من 2020 بلشنا فيها. إذا هذه السنوات صار في عندكم يمكن طمع محمود بأن يتم أيضا تتبع نوع من الحيوانات الثانية. صح. السلاحف. السلاحف الهيئة العامة للبيئة هم يتنا بفكرة السلاحف. أعتقد دكتور قطعنا شوط. طبعا السلاحف، اول من درس السلاحف في دوله الكويت الدكتور سالم مهنا عضو هيئه التدريس في جامعه الكويت في 1999، وفي عندنا بس كتاب واحد عن السلاحف الكويتيه في دوله الكويت. ارتئينا اليوم نتعاون مع الفرق التطوعيه وايضا جامعه الكويت ومؤسسه الكويت للتقدم العلمي على اساس انه نشوف هجرة هذه السلاحف. السلاحف بالكويت صار لها أكثر من 2000 سنة موجودة، والحضارة الدلمونية على جزيرة فيلتشا بالآثار والقطع الأثرية اللي موجودة متصادق وجود السلاحف في ذاك الوقت. فالسلاحف موجودة قبل يعني لا إحنا نكون موجودين في دولة الكويت. اليوم عالميا هناك بين 5 إلى 7 أنواع من السلاحف البحرية، منهم نوعين اللي هي السلحفة الخضراء والسلحفة ذات منقار الصقر اللي موجودين ويعيشون في الجزر الجنوبية. طلعنا السنة اللي طافت وقعدنا ما يقارب 3 أشهر على جزيرة تيارو، شفنا أن عشاشها فيها تدني والسلاحف ما قاعدة تترد مثل أول. أول كانوا يرصدون
حروة 23 قش بالجزيرة وهم يجون شهر 4 تلقي الأنثى بيضها لشهر 8. يوم رحنا هالسنة لقينا بس 3 أعشاش. النشاطات البشرية اللي قاعد تصير قاعد تؤدي إلى تدني مستوى التعشيش على جزيرة جارو. فقلنا لابد اليوم أن نتبع ونشوف وين تروح سلاحف الكويت، وهل سلاحف الكويت ترد تفرخ مرة ثانية أو تلقي في يعني بيضها في الجزر الجنوبية. فخذينا الدي ان اي منها، عينات الدم والأنسجة منها، وقاعد يساعدونا جامعة الكويت لاستكمال كافة يعني الدراسات اللي هي تقدر تخلينا نعرف بالضبط السلاحف إذا تكون مستوطنة عندنا ولا لا. اليوم وحسب جهاز التتبع واحدة من السلاحف راحت خليج عمان قاطعة ما يقارب الألف فوق الألف كيلومتر منذ إطلاقها 2022 من جزيرة جارو. فاليوم السلاحف تطلع تروح من الخليج العربي إلى المحيط الهندي وترجع مرة ثانية لدولة الكويت تستقصد الجزر الجنوبية والسواحل الجنوبية لإلقاء بيضها مرة أخرى. على ذكر مثل هذه المشاريع، مشروع تتبع العقبان المهددة بالانقراض، مشروع تتبع السلاحف اللي نفس ما تفضلت كذلك قاعد تقل كمياتها، إلى أي درجة إحنا في الكويت قادرين أن نحافظ على هذه البيئة؟ التوعية هي الأساس. إحنا بالهيئة العامة للبيئة وأيضا أظن فريق عدسة البيئة هدفنا وغايتنا من التصوير ومن التوثيق ومن الدراسات العلمية هي توعية العامة وتوعية المجتمع. للأسف عندنا نسبة يعني من المجتمع للحين ما وصلوا حق المستوى التوعية البيئية بما فيه يعني بالمستوى المطلوب. هنقول الحين احنا بموسم هجرة الطيور والبلاغات قاعد تكثر، هناك تعديات على البيئة سواء البرية أو البحرية، فالتوعية شيء أساسي أنه يكون موجود بالمجتمع للحد من هالضغوطات اللي قاعد تصير على الكائنات الفطرية اللي عندنا. الكائنات الفطرية مو بس مهاجرة، مو بس توجد في دولة أخرى. اليوم عقاب الكويت مثل ما تفضل أخوي أبو أحمد موجود في محمية الجهرة، يقعد 6 أشهر يقطن طوال فترة الشتاء في محمية الجهرة، ياكل في محمية الجهرة. فالمحميات بيئات يعني صالحة لهذا التنوع الحيائي، وللأسف في بعض الأشخاص يقومون بالتعدي عليها واستنزاف الثروات الطبيعية والتنوع الحيائي اللي فيها. نعم أستاذ عمر، يعني كونك مصور وتقصد يعني البيئة عندنا بالكويت، وين شايف احنا يعني واصلين مع وجود يعني هذا التتبع اللي قاعد تعملونه غيره من الأمور؟ احنا اليوم نقدر نرجع بالبيئة البحرية البيئة الطبيعية عندنا بالكويت مثل اللي سابق عهدها ولا صعب؟ والله شوف في تحسن عن 5 سنوات، يعني من قبل 5 سنوات الغطاء النباتي بالكويت تقريبا وصلنا إلى خلاص، يعني حتى نباتات البرية حتى الربيع ما قمنا نشوفها بالطريقة اللي من 10 سنين ولا من 30 أو 40 سنة. فمع تضافر الجهود مع يعني البلاغات اللي قاعد نوصلها للهيئة العامة للبيئة وطلعاتهم التفتيشية والأمور هذه اليوم بدها شوية، يعني في أماكن محدودة جدا بسيطة، ولكن ما زلنا قاعد نشوف راعي جائر. يعني أنا للأسف إني أقول يعني حتى في جون الكويت في منتصف الكويت يعني في راعي جائر قاعد يأكل هذا النبات خلاص يعني مسح. الكائنات الحية يعني خلينا نقول إحنا الكويت نتميز بالطيور. صح. يعني الكويت تقريبا 85% من رصد أنواع الطيور اللي في السعودية، تخيل على حجم السعودية. الطيور احنا عندنا تحدي كبير مع الرماية، مع الناس اللي عندها هواية الرمي. أعطيك مثال، الحبارة والحمامة البر من الطيور المهددة بالانقراض. يعني أنا ممكن أقول حق كل صقار كل رماي خلال آخر 3 أو 4 سنين هل شفتوا حبارة واحدة في البر؟ لا الله. 90% من الرماية أو ما شافوا لا حمامة بر ولا شافوا حبارة. فأتمنى يعني أن صقار واحد أو رماي واحد يتبنى فكرة أنه
يا جماعة خلينا نوقف، خلوا هالطيور تعبر، خل هالطيور تتكاثر، خل يرجع التوازن مرة ثانية. نعم. يعني إحنا الحشرات وايد زايدة عندنا. صحيح. والسبب شنو؟ السبب إن الرماية يحبون هالطيور الصغار، طيور الربيع تهاجر فيرمونها، قلت أعدادها زادت الحشرات. هذه هي اللي تخلصنا من الحشرات. تخلصنا من الحشرات. نعم. ففي توازن كبير إحنا قاعد نحاول ندرسه. إن شاء الله صوتك يوصل أكيد. أتمنى يا رب. كل الناس المتابعين المهتمين لهذه الشؤون. إن شاء الله كذلك. دكتور عبد الله عندك رسالة أخيرة ودك توجهها قبل لا نختم. والله يعني أشكر مرة أخرى الفرق التطوعية والجمعيات النفع العام على تعاونهم مع الجهات الحكومية. ما راح نقدر نوصل حق أهدافنا المنشودة والأهداف المرجوة إلا في تكامل الجهات الحكومية والجهات النفع العام والفرق التطوعية. اليوم المنظومة أو باب التعاون يشمل الكل وليس فقط الجهات الحكومية، وإلقاء اللوم ليس إلقاء اللوم على الحكومة، كل واحد فينا يمثل المجتمع ويعني على عاتقه عنده مسؤوليات كثيرة. صحيح. اليوم نتكامل أساس نوصل حق أهدافنا ونستصلح البيئة حق الكل إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله. عمر السيد عمر السيد دكتور عبد الله الزيدان، شكرا جزيلا لوجودكم معنا. يعطيكم العافية. حياكم الله. نبتدي نكون وصل مشاهدينا لختام حلقتنا، باقي الزملاء إن شاء الله وياكم في بقية أيام الأسبوع. إن شاء الله تصبحون على خير. فمال مع السلامة.